هذا جربان؟ لك لا لا هذا مو جربه بصراحه، مالك شايفه كيف عم يمسك الامله هيك ويكب على جنب؟ اي والله مظبوط. ابو نجيب شو بدك انت الثاني ستراسي؟ تاخذ الدواء لمرتك تعال. ايه على راسي يلا. هلا اذا عطيته كم صابونه وسم الامله بيستعملون ولا بيبيعوا؟ والله بتعرف هذا ابو نجيب عمي انا ما بستبعد انه يبيعوا صح الزبون. ايه والله بيعملها. هيك اشوف ان شاء الله حق المصاري هذا. لا لا ابو وضاح حسب عنا بتقول لها لمرتك تستعملهم 3 مرات بعد الاكل. ايه الله يخلي لنا المختار. يسلموا يسلموا يا ابو صفوان. هو الله معك حبيب قلبي حبيب قلبي الله يخلي لنا اياه. ابو نجيب نعم شو بدك انت الثاني سدراسي؟ تعال لك تعال. شايف هاي جينا ابو صلاح بده اياه. شو بده؟ ابو صلاح خلصني مستعجل بيستفزك. ايه ابو نجيب نعم شو هي اللي كبيتها وراه؟ شو كبيت؟ ما كبيت شيء انا ما بكب شيء. ايوه ابو نجيب ما بكب شيء شو بده يكب يعني؟ ذكر عمل فراري لقطوا حكم عليه بالاعدام. بتضحك والله ضحكتني. ابو فخري نعم في عندك زبون بالمحل. وينه؟ يلا روح ليه؟ يلا ليه؟ عمرك شو سيء؟ سيك ابو نجيب شو هاتي راسي؟ هلا انت مسيك شايفه؟ هاي مسكنا تفضل. هدول بتذوبهم بسط المي وبتفرك راسك وبدنك منيح، بعدين بتشلح وعيك وبتنقعهم بهالميات، ونفس الشيء بتسوي مع عائلتك، مفهوم؟ طيب مشان شو سيد راسي؟ مشان الامل. انو امل؟ امنت بالله، هاتن عمي. لا خلاص خلاص شبك شبك بتعصب دغري، عم نحكي عم ناخذ ونعطي. هدول سيد راسي قديش حقهم هاي تقريبا؟ لك عمي ما بدي حقهم. ما احلاك باخذ حقهم يا ابو صلاح، بس عم نسال عم نسال قديش حقهم؟ 4 براغيث. 4 براغيث؟ يا لطيف. يعني اذا لقيت لهم زبون ب3 براغيث بياخذهم هي؟ لك ليش لحتى ما ياخذوا؟ ها هذا الحكي. والله ممكن عليك ابو صلاح. ابو نجيب يحط 4 براغيث مشان كم امله؟ الله يصلحك، الله يصلحك الهي. يسلموا الايدين. شو يا بي؟ شايف واحد اجا؟ ايش دراسي ان شاء الله 60 عمره بعد اجي بالناقص اللي بيجي اهلا وسهلا واللي ما بيجي حتى 60 سلامة. والله ما بعرف يا بي شو بدي. قوم شوف مين قوم. لو عارفانين ما حدا رح يجي ما كنا كترنا كل الاكل حرام هذا كله بينكب. شو ها؟ ينكب؟ ليش ينكب سي دراسي؟ ليش ينكب؟ الله وكيلك الله وكيلك تبني ياهم لا جيت لك ياهم جني الله وكيلك. تفضل شيخي. اهلا عليكم. اهلا بالشيخ. اهلا 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 الله لا يوفقكم لك شو تتغسلوا فيهم؟ هاي كل صابونه مكلفتني مربوط بدكم تدفعوني 3 براغيث لحتى تتحمموا. يا ابي والله ما عم نقدر ننام الليل طول الليل عم يحكنا جسمنا وشعرنا من الامل. اعطينا بس صابونه وحده بركة دم بيروح الامل. يقصف امرك على امر الامل. شو بدك يعني؟ يعني صابونه صابونه وحده ها انت وامك واختك تتغسلوا فيها. يا بيوي صرت بدورة فيها طحين ولا سكر؟ الله لا يوفقك ولك هذا سم للأمل. روحي روحي من خلتي انتي وقتك. صابونة وحدة ها صابونة وحدة وما ترغوا كتير. يلا نشوف. آه يا عمي دخيلكن يا عمي. يا عمي خليني فيق أبي خليه يروح يجيب لك حكي. ما بدي يا ابو الحكيم هو الله هو الشافي المعافي. اخ وهلا اذا فياتي ابوكي بده يطلع خلقه ويخاني ويرجع ينام. لا يا ابو بدي فيقه. اخ يا ابي يا ابي يا ابي يا ابي ام الله يخليك قوم جيب لها حكيم لأمي والله كتير تعبانة. يا ستي يضربك 60 عما أنت وأمك
ولك أبي ما بتخلوا حدا يرتاح، لك تعبان والله تعبان، خلينا على الله. يا أبي الله يخليك. غيلة وراكينا روحي. تركي يا أمه، تركي الله يرضى عليك، تركي. سلامتك يا أمه، سلامتك. الله يسلمك يا أبي، الله يسلمك ويرضى عليك. شو الصوت؟ والله ما بعرف يا أبي. لا مش يعني حرمية؟ حسي الله كيف؟ لا حسي حرمية؟ شو بدهم يساووا عنا الحرمية؟ لا عنا مصاري ولا عنا ذهب. ذهب؟ الله يوفقكم. يا بينا جيبي انزلي يا بي، انزلي انزلي، شوفي مفتاح، انزلي. ما بسترجي يا بي. قوم انت، هلا بدك بنت تقوم بهالليل، قوم حاجة قاعد. يا حقوم الله لا يقشعك خير، يا حقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ مين في هون؟ لا إله إلا الله. والله كان مسكر، مين فتح هواك؟ وليه؟ سلام قبل من رب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله يوفقكم، وين التعبان؟ شو عملت؟ لك وين التعبان؟ الله يشعركم خير، الله يوفقكم التعبان. معك ذهب يا ابن الحرام، ومعيش نعيشة الكلاب. آه الله كبير، مال الخسيس بيروح فطيس. الله لا يقيم الشدة على قلبك. إنا لله وإنا إليه راجعون، كلياتنا على الطريق. الله يرحمك يا ام نجيب، عشتي معتره ومتي معتره. الهي ربي تجعل مأواها الجنه يا حق. ليش غطيتي لها وشها؟ ما بتختني. لا يا مو، لا تخافي، ما راح تختني، ما راح تختني. خلاص يا ابو، يضرب قلبي عليكم، يضرب قلبي عليكم. يا مو نجيبه. نعم. وين أبوك يا مو؟ طلع من قبل الفجر، قال بده يدور على الحرمية. حرمية؟ سخيفكم يا ناس، يا ناس سخيفكم، أبوس إيديكم. انخرب بيتي، انخرب بيتي. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الباقي. انتقلت إلى رحمتي تعالى. أخذكم النجيب، حتى النجيب. سامحوها وترحموا عليها، يرحمني ويرحمكم الله. شيخ نزير، زكاتك عيدها مرة تانية، خلي كل أهل الحارة يسمعوا مشان يروحوا ياخذوا بالأجر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى. ايه الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. تعيش تعيش، لا حول ولا قوه الا بالله. لازم لازم تحيه الله. تحيه يا عالم، انخرب بيتي. لا لا لا، مسكين يا ابو نجيب. شوف العكروت هلا عرفي متى. الله يكون بالعون، الله يصبره. انخرب بيتي يا جماعه، والله انخرب بيتي. ما شفتوني ياهن ببوسيتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحد الله يا أبو نجيب، كلياتنا على الطريق. خلاص أبو نجيب، وحد الله بقى. شو بقى؟ شو بقى؟ شو بقى؟ قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. خير خير، شو بقى أبو نجيب عبي ولوي؟ مسكين الله يكون بعونه، حرمته عطتك عمره. يا لا حول ولا
يا ريت لو كانت عطتني عمره ما كان صار اللي صار. يا ريت منك العوض وعليك العوض يا رب. مسكين ما له متحمل المصيبة. الله يكون معه. اي والله الله يكون معه. تعال ابو نجيب تعال تعال عود ابو تعال. ما بدي اعود ما بدي اعود شو دراسي ما بدي اعود. دير ادور عليهم هدول الكلاب. ما بدي اعود. على مين بدك دوي؟ على الحرمية سيدراسي على الحرمية. يا ابو نجيب ليش هيك عم تعمل بحالك؟ هذا كاس على كل الناس وكلياتنا على هالطريق. انو طريق سيدراسي؟ انو طريق؟ طريق الموت يا ابو نجيب. طريق الموت. موت؟ لك مين جاب سيرة الموت؟ حلوا عنا يا حلوا عنا مشان الله فاضيكم مشان اللي خلقكم كلمة بيها بيها عليكم على القصة. 45 46 47 48 49 وهي 50 صاروا 50 ذهبي واربع مجيديات و15 برغوت. وشو بدنا نقسمهم هدول؟ اخي هلا ما رح نقسم شيء، خلوها للمسا. المسا بنجتمع وبنتقاسى وكل واحد بياخذ حقه ومستحقه وعلى ذو زباره. ايوه وين نخبيهم من هون للمسا؟ اخي هلا بنحفرهم حفره وبنطمرهم فيها والمساويات بنجتمع وبنعمل حفله مشاوي وكاس وطاس وبنتقاسى مع رواق. حلو اكل ابو علوش. ابو حجر. ايوه قوم هوينا هلا لانه صار بيجي ابي وبتعرف هو متزاول منك وما له طايق. مشي على عيني وراسي. سيكون بعينكم ابضايات. انا ما بيلعب معي ملوب. ها ما بدي حدا منكم يلعب بديله. لا يا ابو حجر لا، هي ما حبيتها منك بنوم. ليش احنا من ايمتى بنخون بعضنا؟ وبيقول المثل من املك لا تخونه ولو كنت خوان. مزبوط حكيه والخاين الله ما بحبه. ماشي انا رايي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحق معك لك ابو شرار. تاري مليان هلا ابو نجيب مليان. دخيلك يا سيدي انقلب بيتي يا سيدي دخيلك. يا وش يا وش كم يبلغ عدد مسروقات ذهبات؟ 50 ذهبة يا سيدي وثلاث مشيديات و14 مرغوط. الله وكيلنا. اوه مبلغ كبير. انت منين بتجيب فرد كل هذا الذهب؟ ها نعدة ذهبات فرد نعدة ذهبات. انت فرد حرامي انت فرد سراق. اعوذ بالله يا سيدي اعوذ بالله. لا والله العظيم ماني سراق. طول حياتي وانا عم شم معهم مرغوط فوق مرغوط. 30 سنة صرنا معروف حالي لحتى شمعت 50 دامة واربع مشيديات و13 مرغوط. الله وكيلك. صص ولا صص. انت اكيد اكيد قاتل جلاب تحصر دار بهجة بيك وسارق ذهب كتير من جلاب تحصر دار. انت لازم مشانق. انت لازم خوازيق. يسر عرضك يا سيدي. أنا تحصل دار وأنا بشبك. والله العظيم أنا بحياتي ما طلعت بالحارة. سأل المختار سألت كل أهل الحارة عني. أنا طول حياتي بالحارة حالي بالي ما بتخل بحدا سيد راسي ما بتخل بحدا. صص ولا صص. هذا بسيس. أنت في سابقات خطيرات. أنت بيشتم جلاب سلطان معظم. أنا أعوذ بالله. أنا بحياتي لا سبيت ولا شتمت يا سيدي. يستر عرضك شو التهمة هي؟ هلق هلق لازم كشف مكان سرقات وبعدين بعدين في تصرفات كثيرات. يلا فرط يلا أبرك سيدي مالي شايفه. يا الله يكون بعونه ابن نجيب يا بختار. اليوم سبتهم ستين. خير شو صاير معه؟ لا ليش ما اسمعه؟ الحرامية فاتوا عليه امبارح بالليل وسرقوا له كل ذهباته. شو الحكي؟ ايه والله هو هيك عم يقول. وان شاء الله الذهبات مو كتار. والله كتار يا مختار. على قوله اكثر من 50 ذهبة. شو الحكي؟ ايه والله يا مختار. لا ولو بتشوفوه اليوم كيف ماشي بحارة وبواعي النوم كأنه رح يجن. لا ومع أنه الشيخ نزير نادب بحرمته بس وين أبو نجيب؟ ولا هون ماشي لحاله ولا دري بوفاة مرته. لا حول الله. وخبرتوه أنه المرحومة توفت؟ لك خبرناه مختار خبرناه.
مسكين بيكون ضيع على الآخر. وشو قالكم لما خبرتوه إنه المرحومة توفى؟ شو بده يقول؟ قال الله يرحمه وحمل حاله وراع الكركون مشان يشتكي على الحرامية. هلا راع الكركون وما اهتم بوفاة المرحومة؟ طب شو مرحومة ما مرحومة مختار؟ علي الحلال هذا أبو نجيب عنده البرغوت بيسوى كل أهله. لا حول ولا قوة إلا بالله. مين كان يصدق يا جماعة إنه أبو نجيب اللي قضى عمره على الصلبطة والشحادة يطلع معه 50 ذهب؟ يلا يلا خذي التاريخة خرب بيتي. سلام تعظيم مختار أفندم. أهلين باشاويش. سيد راسي الله يسترك مختار. سرقوا لي الذهبات، سرقوا لي الذهبات اللي قضيتهم يا عم جمال وأنا وروحي. الله يسترك يا مختار. نمت فات بنات وصفيت على الحديدة يا مختار. وحيد الله بنجيب، المال الحلال بيرجع لأصحابه إن شاء الله. هلأ خلينا نفكر شلون بدنا نواري الحرمة رباطة وبعدين بنحكي بموضوع السرقة. سيد راسي مختارنا الله يوفقك، بما انه البشاويش موجود بركي بيمسك الحرمية قبل ما يصرفوا الذهبات. الله يوفقك. لا تضوجنا ابن نجيب، انا بعرف انه المال بيعادل الروح بس مو لهالدرجة. يلا فلاد فوتي لنشوف اوضة حصل فيها سرقات. بشرفوا سيدي. يلا فلاد يلا اخيرك اخير امان يا ربي امان. شرفوا سيدي. يا ودهام بعتوا خبر لو فارس اخوه لابو نجيب مشان المرحومه ابن نجيب شاهر رح يخبروه. الله يجزيك الخير. على سيره شاهر الله يرضى عليك، ترسل لابن عمك شاهر يحل عن ابن عمك تحسين. تحسين؟ ليش وينه تحسين مختار؟ شو القصه؟ هذه يا سيدي القصه وما فيها. عم ابي حمل ضل بطريقه وراح على الحكمداريه وقالوا للحكمدار أنا ابني ما بروح على العسكرية، يعني ما بيروح إذا بدي قابل الوالي ذات نفسه. بس عم يقولوا إنه المختار أبو الضاء هو اللي راعى الحكمدارية ودبر لك ياها. المختار؟ ليش المختار بيسترجي يفوت على الحكمدارية؟ أبي هو اللي راعى عند الحكمدار وأخذ له خروفين بخشيش. لكش إنه أبي والحكمدار رفقة من زمان كتير ورفقة من الروح للروح مو حي الله. يعني الحكمدار ما برد له كلمة لأبي. لك إذا الوالي ذات نفسه. أهلين 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 معلم دعاس، تفضل. لا يكتر خيرك، بعدين برجع، شايف دكاري معجوقة ودوري مطوي. أنا مالك معلم دعاس؟ معلم دعاس؟ معلم دعاس واقف لقلك، لا معلم دعاس. هلا بيروح بيحكي له لوضاح. تمام تمام. بين معكم شي سيدي؟ معلوم معلوم، حضرته ده بيكشف حرامي. كله بيكشف حرامي كبيرة، كمان بيكشف حرامي صغيرة. شو بيّن مع حضرتكم؟ هذا فلط حرامي مش نفر واحد مختار أفندم. هذا ممكن تنين نفر، ممكن ثلاثة نفر، ممكن أربعة نفر. يعني هيك بتكون كشفتوا الحرامي بشاوي؟ انت شو بيقول أكيد؟ لا ما في شي، بس عم يقول بري عليك. اوه تشكرات اكيد تشكرات ادارين، بس لازم حضرتنا تحقيقات في كركون. هلا روق لي شوي، تحقيقات اجلها لبعدين. الرجال حرمته عطتك عمره ولازم نواريها تراباتها. اوه يعني في جريمات قاتل حرمه مع سرقات؟ لك شو جريمات وما جريمات يا اخي، الحرمه عطتك عمره هيك موت يتربى. اوه ترحمات ربي ترحمات. حضرة مختار أفندم، هذا نفر في اشتباهات بقتل حضرة بهجت بيك وسرق الذهبات من جلاب مرحوم بهجت بيك، لازم توقفات. روق علينا باشاويش، هلا فوق الموت عصيت أباك، هذا خرج قتل تحصل ده. الله يكون بعونه. لك الزلمة لا فوتي ولا طلعة، مالك شايف العت رح ياكله. مختار أفندم انت في كفالة هذا الولد مجرم؟ لا تزيد عليه للرجال، خلاص أخي، شو مجرم ما مجرم، تركه بيهمه الله يرضى عليك. معلوم مختار أفندم معلوم، هذا في كتير كتير ذهبات، هذا أكيد مجرم، هذا بسيس. ماشي أخي، أنا بكفله، بس صفرط لي إياه. شو كزال مختار أفندم، شو كزال؟ يلا غفر، كله وراي عسكر يلا. معقول يكون ابو محمد هو اللي سرق الذهبات؟
بس أكيد مو لحاله، في معه حدا. إيه بس أبو محمد صار له 15 سنة بالحارة وما له رفقة، ولا بيفوت على حدا ولا حدا بيفوت لعندهم.